عزيزي المشاهد، اهلا بك معانا في برنامج الجمال والطفل. الحقيقة النهاردة احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا، ممكن اي حد فيه، اي اب او اي ام معرضة ليه. تعملي ايه لو طفلك ولد وعنده تشوه خلقي في الذراع او في اليدين او في الرزق او في الكوع وهكذا؟ الموضوع ده الحقيقة موضوع حساس جدا، وعشان كده احنا هنتكلم عن التشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب الذراع بالكامل. بداية بنقول ان اسباب التشوهات الخلقية اسباب كثيرة جدا، اشهرها على الاطلاق زواج الاقارب. والحقيقة ثبت ان في مجموعة كبيرة او من الامراض بتنتقل وراثيا من عائلة الى عائلة وهكذا. يعني نلاقي عائلة بالكامل الاب والام قرايب، والاب عنده منطقة الزراعة بالكامل غير موجودة، وان ابتدى منطقة الرزق بالكامل تبقى ملسوقة في الكتف والعائلة كلها منتشرة بهذا الحد. او عائلة تانية بنلاقي ان الايد بالكامل لاصقة في الكتف وهكذا. الحقيقة دي مجموعة من التشوهات الخلقية ليها علاقة بزواج الاقارب. السبب التاني ممكن يكون اللي هو تناول العقاقير. في عقار معين صار محرم دوليا دلوقتي لا يتم تناوله في الاسواق، كان اسمه ثاليدومايد. هذا العقار كان بيتاخد في المانيا من حوالي 15 سنة، ووجد ان 60% من السيدات اللي تناولوا هذا العقار في اليوم من اليوم ال 38 لليوم ال 54 من بداية الحمل، 60% من هؤلاء السيدات أنجبوا أطفال لهم تشوهات خلقية مختلفة في كافة أنحاء الذراع. وهذا العقار طبعا صار محرم دوليا بعد ذلك، إنما كان وقته عمل مشكلة كبيرة جدا، ودي كانت من الحاجات المكتوبة طبيا ومعروفة في ألمانيا في ذلك الوقت. أيضا من الأسباب اللي هي عبارة عن تعرض الأم أو الأب للإشعاع، أو إصابة الأم بأي مرض، وبالذات لو كان مرض زي مرض الحصبة الألماني اللي لو أصاب الأم في أول شهر ممكن 50% من أطفالها ولادهم مشوهين بتشوهات خلقية مختلفة، ولو الإصابة كانت في ثاني شهر بتنزل ل 25%، وفي ثالث شهر يمكن تنزل لغاية 15%. دي كلها بصفة عامة مجموعة الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تكون تشوهات خلقية بالنسبة للزرع. طب ايه اشهر التشوهات الخلقية؟ مجموعة كبيرة جدا من التشوهات الخلقية اللي احنا هنشوفها، بداية من فقدان جزء، بمعنى ان ممكن الاقي فقدان للاصابع او فقدان للسلاميات او فقدان للايد كاملة على مستوى الرزغ، او فقدان للساعد بالكامل لغاية الكوع، او فقدان للذراع بالكامل وهكذا، حسب الحالة وحسب تناول العقار اللي موجود او حسب وجود العامل الوراثي اللي موجود. إذا ابتدينا بالإيد فبنلاقي مجموعات كبيرة قوي من التشوهات الخلقية. بداية نقول التصاق الأصابع، فممكن الطفل يولد ونبص نلاقي إن الإصبعين دول ملصوقين بصباع واحد والإصبعين دول ملصوقين بإصبع واحد، وده بنسميه نوع من أنواع فلوح اليد. الحقيقة هذا الطفل اللي يولد بهذا التشوه الخلقي المفروض إنه يتم التدخل الجراحي التجميلي المبكر جدا بمجرد ولادة الطفل. ليه؟ لأن كل إصبع بيتكون من ثلاث سلاميات،
وكل سلمية ليها مراكز نمو في بدايتها ونهايتها. هذه المراكز النمو بتفرق من هذا الصباع إلى هذا الصباع إلى هذا الصباع وهكذا. إذا سبت الصباعين دول ملسوقين في بعض، هبص ألاقي إن الصباع ده في نمو يميل إلى الداخل، أو الصباع ده يميل إلى الخارج وهكذا، لأن معدل نمو العقلة دي مش قد معدل نمو العقلة دي، وبالتالي اتجاهات نمو الأصابع والتشوهات اللي ممكن تكون مصاحبة تبقى خطيرة جدا ولا يمكن علاجها. عشان كده في التصاق الأصابع النصيحة الذهبية إنه مجرد ولادة الطفل يتم فصل هذه الأصابع. ممكن يكون في عيب خلقي آخر، إن بدل ما الأصابع تلتصق نلاقي زيادة عدد الأصابع، بمعنى إن في إصبع زائد بيكون موجود، وعادة بيكون تجاه هذا الإصبع الصغير وبيكون من الداخل، وده بيكون حاجة من حاجتين: يا إما بيكون إصبع كامل النمو ملتصق بالكامل في الإصبع الصغير، عظم وعضلات وملتصق التصاق كامل بيه، يا إما بيكون عبارة عن جزء رخو، إصبع ضعيف يدوب بيتصل بهذه اليد عن طريق بعض القطع الجلدية الرخوة والنسيج الرخو الجلدي. من وجهة نظرنا في مجال جراحات التجميل، الإصبع الملتصق الالتصاق الكامل لابد من أنه يعالج ببتره كاملا بمجرد ولادة الطفل، لأن ده بيؤثر تأثير مباشر على نمو هذا الإصبع، وبالتالي ممكن أبص ألاقي أصابع الإيد ماشية في النمو الطبيعي بينما هذا الإصبع متأثر في نموه. إنما الأصبع الرخو الثاني ده ممكن يتم إزالته في أي وقت، مفيش مشكلة إذا اتعمل في سن مجرد ولادة الطفل أو في أي مرحلة سنية متأخرة. أيضا إذا اتكلمنا عن التشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب الإيد، ففي تشوه خلقي إحنا بنسميه الإصبع العملاق. بمعنى إيه؟ الإصبع العملاق ده حاجة من حاجتين: يا إما إن الطفل بيتولد بإصبع كبير، أي إصبع في صوابع الإيد، وعادة بيكون الإصبع اللي هو هذا الإصبع، فجأة الطفل بيتولد في هذا الصباع كبير جدا وباقي الأصابع طبيعية، وده نوع. النوع الثاني إن الطفل بيتولد طبيعي وعند أي مرحلة سنية معينة، قد تكون عند 3 سنوات أو 7 سنوات وهكذا، ألاقي فجأة صباع من صوابع الإيد ابتدى يكبر ويتضخم ويكون هو الإصبع العملاق. الحقيقة في كلتا الحالتين، سواء كانت الحالة اللي هو إصبع عملاق من مجرد ولادة الطفل أو الإصبع العملاق اللي بيظهر فجأة، الحقيقة ما كانش يتم التدخل الجراحي المبكر لإيقاف هذا التضخم الخطير، بتنتهي الحالة ببتر الإصبع، لأن الحقيقة بيكون تضخم لدرجة أنه بيعوق الحركة بتاعت باقي أصابع الإيد، وبالتالي بيؤثر على وظيفتها الحيوية. فالحقيقة في الحالات دي لابد مجرد أي تغير في حجم أي إصبع من أصابع اليدين بالنسبة للطفل، لابد من الاستشارة إلى أقرب طبيب متخصص في هذا المجال، وإلا هتنتهي الحكاية بفقدان كامل لهذا الصباع. أيضا من ضمن مجموعة التشوهات الخلقية اللي احنا بنشوفها في الإيد، والحقيقة بتبقى حاجة غريبة جدا، بنلاقي حاجة اسمها الحلقة الخناء. الولد بيتولد طبيعي جدا صابع إيده، بعد شهر بنلاقي في حلقة بتتكون على عقلة من عقل أي صباع من الصوابع، بعد شهر تاني نلاقي العقلة وقعت، بعد فترة زمنية عقلة تانية جت في صباع تاني، قد تكون على مستوى أي عقلة من العقل دي أو على مستوى الصباع بالكامل، وفجأة مثلا ممكن بعد 3-4 سنين ألاقي جميع صوابع الإيد وقعت، بمعنى إن ممكن بتقع نلاقي عقلة وقعت وبعدها عقلة تانية، وقد تمتد الإيد أو قد تمتد الإيدين الاتنين أو ممكن توصل لغاية الرجلين. الحقيقة مرض غريب جدا، وكل الأبحاث أثبتت أن هذا المرض قد يكون له عامل وراثي، لكن هذا المرض عبارة عن بعض الأجسام المناعية اللي بتاكل العقل. إنما إحنا دورنا في مجال جراحات التجميل أن إحنا بندخل جراحي مبكر جدا، بنحاول نشيل هذه العقل، لأن معروف أنك أنت لما تيجي تخنق أي حتة في الجسم، كلما خنقت عليها كلما منعت التغذية الشريانية والوريدية لهذه العقلة، وبالتالي كلما سقطت هذه العقلة. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر في مجال جراحات التجميل ان احنا نقطع هذه العقل في اماكن وجودها، وبالتالي كلما كان عرض الحاله مبكرا كلما كان منع سقوط العقل او الاصابع بالنسبه لهذا الطفل مبكر جدا، وكلما قدرت انا احافظ على هذا الطفل فتره طويله جدا. وعشان كده عزيزي المشاهد، زي ما انت شايف ان احنا بنتكلم على مجموعات كبيره جدا من التشوهات الخلقيه اللي بتصيب الايدين، قد تكون على هيئة حلقات خانئة، أو قد تكون على هيئة التصاقات أو زيادات أو تضخمات أو التصاقات أو أي انحراف ممكن يحصل على مستوى الرزق، اللي ممكن ألاقي الإيد بالكامل تميل إلى الداخل أو الإيد بالكامل تميل إلى الخارج. كل هذه التشوهات الخلقية موجودة، قد تكون لها أسباب إحنا نقدر نمنحها
حرام نعذب ولادنا في حياتهم. وقد يحدث المحظور والاقي الطفل بتاعي اتولد بهذا التشوه الخلقي، فواجبي ان انا كاب او كام ان انا اعرضه باسرع ما يمكن على الطبيب المختص. ويمكن زي ما انا قلت ان معظم الحالات اللي احنا بنتكلم فيها فيها تدخل جراحي مبكر جدا علشان اقدر اساعد هذا الطفل على انه يسلك طريقه في حياته. الحقيقه في بعض حالات كثيره جدا بنلاقي فيه فقدان كامل للذراع او فقدان كامل لليد او فقدان كامل للرزق وهكذا. هذه الحالات بيتم فيها علاجها عن طريق الجراحات التكميليه. وفي حالات تانية الحقيقه بنضطر ان احنا نعمل اجهزه تعويضيه. المهم ايا يكون السبب، المفروض ان الطفل بتاعي ده انا ابتدي معاه من اول حياته امهده انه يكون مؤهل انه يقدر يسلك في الحياه، لانه مش معقول اسيبه لغايه سن 10 سنين 15 سنه وقت ما يكون حالته النفسيه اتغيرت وما قدرش يكون مؤهل انه يستخدم ايديه، وبالتالي هيكون طفل منطوي وهيكون طبعا ده ينعكس على حالته النفسيه وبالتالي على تصرفاته في حياته. الحقيقه عزيزي المشاهد زي ما انت شايف في هذه الحلقه، انا بنصح دايما بعرض الحاله على اقرب طبيب متخصص، بنصح دايما بتجنب الاسباب بتاعتها. انما النصيحه الكبيره الذهبيه، عزيزي الاب عزيزتي الام، ما تسيبش ابنك او بنتك اللي مصاب باي تشوه خلقي في اي جزء من اجزاء جسمه بصفه عامه ومن اجزاء الذراع بالكامل بصفه خاصه دون ان تعرضه على اقرب طبيب اسرع وقت حتى يستطيع ان يؤهل مهني ويستطيع انه يسلك في المجتمع ويستطيع ان هو يكون شخص نافع للمجتمع بدلا من ان يكون شخص منطوي حاقد على المجتمع. عزيزي المشاهد، هي دي حلقتنا النهارده، وبنقول لك شكرا والى اللقاء.